نطلبوا من السيده الوزيره باللي يتوفر لنا حقوقنا. 1,700,000 ما يكفيش المواطن اللي عنده 7 بزوز والكسره قليله والكريه والقرايه والمرض. اعاده النظر في القانون العمل الاساسي لا سيما المادتين 19 و22 من قانون العمل. اي يعقل سيده الوزيره ان يتقاضى العامل المهني في يعني حتى في عصر بحبوحه مبلغ 18,000 دينار؟ هو يعني مبلغ يعجز المواطن ان يجابه به حتى اساسيات الحياه. الترقيه الاريه لفئه الاسلاك المشتركه. النقطه الرابعه وهي خلق منحه خاصه بالقطاع التربيه، اي منحه ومنحه خاصه نقولوا منحه الجهد التربوي.